الدخل. انا نحب نحكي على حضوري في لاباس. كنت مع تحكي على روحها مايا. نحكي على روحي انا. حضرت مع مريم بن ميمي وهاجر ادريس ومدران، معناتها محليهم كان حضوري، معناتها تناقشت معاهم وكل شيء، عجبني الحضور وكل. اما فما حاجه شدتني، انا حكيت على زواج العرفي وكل شيء، حصلوا تليفوني نهارين وانا يجوني لي ميساج تتزوجني عرفي تتزوجني عرفي. شوف العبيد هما يكريتيكي وكلهم رجال كلهم بعثوا لي تتزوجني عرفي. بما انك انت موافقه على العرفي الكل جاوني، معناتها هما يكريتيكي وحاجه ويحبوا حاجه اخرى، معناتها في الناس الكل جاوني. حبيت نحكي على هذاك، وحبيت فما التصويره زيد حطوها، قالوا لي هذه مايا انت صغيره وكل شيء، هذيك ماهيش تصوير، قاعدين يدوروا في الجروب وكل هذه مايا هذه مايا ما يستسويرتي. انا قبل ما نيش نسمي في روحي مايا، معناتها هذيك من فوق بروفيل ما عادش.